السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت Primary 5 او الصف الخامس الابتدائي Term 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح Unit 1 We plant our food، نحن نزرع طعامنا، وده طبعا في Theme 1 I discover myself او انا اكتشف نفسي. والنهارده معانا ليسون مهم جدا وهي ليسون 3، فيها جرامر كتير، هي سهله وجميله بس فيها معلومات كتير عايزين ناخد بالنا منها ونذاكرها كويس قوي، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 3 اسمها ماي شوبينج ليست او قائمه التسوق بتاعتي، وطبعا هنا اول حاجه فيها الكلمات الجديدة. هنا بيعرفنا ان احنا الكلمات الجديدة اللي هناخدها في الليسون دي بنقسمها لنوعين من الناونز او الاسماء. اول حاجة countable nouns او اسماء تعد، او uncountable nouns او اسماء لا تعد. بس هنا بنتكلم عن الفود والدرينكس، فبيعرفنا هنا بيقول لنا the countable and uncountable foods and drinks او الاطعمة والمشروبات على اساس ان هي بتعد او لا تعد. فعندنا هنا اول حاجه الكاونتبل فودز اند درينكس، زي مثلا كلمه توميتوز. توميتوز يعني طماطم، طبعا دي بتعد لان ليها مفرد وليها جمع. احنا طبعا بنميز بين الكاونتبل والانكاونتبل ناونز او الاسماء اللي بتعد والاسماء التي لا تعد عن طريق ان احنا بنشوف الاسم هل يا ترى ليه مفرد وليه جمع ولا لا. لو ليه مفرد وليه جمع يبقى ده كاونتبل ناون، نقدر نحطه ونعتبره كاونتبل ناون او اسم يعد. طب لكن هو لو ملوش مفرد وملوش جمع يبقى هو uncountable noun او اسم لا يعد. تاني حاجة بنعرفه عن طريقها برضو، لو جبنا الاسم ده او الناون ده وحطينا قبل منه رقم، هل يا ترى لو احنا قلناه وقريناه كده برقم ده اللي سمعنا هيشوف وهيفهم احنا نقصد ايه ولا لا. زي مثلا لما اجي اقول لك مثلا كلمة egg. egg يعني بيضة ليها جمع وهي eggs يعني بيض. دي اول حاجة بتورينا ان دي countable noun او اسم يعد. طيب تاني حاجة لو احنا عايزين نتأكد بيها برضو، لو جبنا number قبل كلمة egg مثلا، لو قلنا 5 eggs. 5 eggs او خمس بيضات، اللي سمعني هنا يفهم ان انا اقصد خمس بيضات، فهتأكد ان هو اسم countable او يعد. لكن لو احنا جبنا مثلا اسم زي اسم sugar. sugar او سكر، هل يا ترى sugar او سكر ليه جمع وليه مفرد؟ طبعا لا. ده أول دليل وأول حاجة بتعرفنا إن هو uncountable noun أو اسم لا يعد. تاني حاجة لو إحنا جبنا قبل منه number أو رقم، زي مثلا 5 برضو، لو قلنا 5 sugar، هل يا ترى الكلام اللي أنا بقوله ده ليه معنى؟ 5 سكر، هل ده ليه معنى؟ طبعا ده أكبر دليل إن هو برضو uncountable noun أو اسم لا يعد. فهنا بيعرفنا طبعا الcountable nouns والuncountable nouns أو الأسماء التي لا تعد. الكاونتبل ناونز او الاسماء التي تعد في الفودز والدرينكس الاطعمه والمشروبات، زي توميتوز، زي اورنج، زي جرابس، زي ابل، زي بويلد ايجز، زي فرايد ايجز، زي برجر، زي كيوكمبر، زي ديت، زي بينات، بينات او بندقه، زي الموند، الموند او لوزه مفرد لوز، وزي لنتل، لنتل يعني عدس. كمان الفروتس المختلفة زي باينابل وكوكونات ولايم وبين وكاروت وتشيكن ومانجو وبنانا وليمون وأونيون وبوتيتو وتشيك بي. طبعا دي كلها كاونتبل ناونز أو أسماء تعد. طبعا احنا لازم نحفظ الكلمات دي، بس لازم قبل ما نحفظها نكون عارفين ان هي كاونتبل ناونز أو أسماء تعد. طيب الـ uncountable nouns أو الأسماء التي لا تعد اللي عندنا هنا، زي bread وزي rice وزي cheese وزي salad وزي jam وزي chocolate وزي wheat وزي fish وزي meat وزي butter وزي fresh juice وزي sugar وزي honey وزي soup وزي tea coffee water وملك. دي uncountable nouns أو أسماء لا تعد. دلوقتي عرفنا إزاي
نميز بين الـ countable والـ uncountable nouns أو الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. تعالوا نعرف بعض الملاحظات الهامة. فيقول لنا هنا كلمة زي French fries، French fries أو بطاطس مقلية، دي دايما جمع وتعامل معاملة الجمع. كلمة زي بيتزا أو كيك أو كاندي، دي بتستخدم كأسماء تعد وأسماء لا تعد. يعني بيتزا ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع، وكيك وكاندي كمان، فدي ممكن تبقى countable أو uncountable nouns. كلمات برضو لا تعد يمكن أن تجمع إن كنا نقصد أنواع مختلفة، يعني مثلا بنتكلم عن أطعمة مختلفة، بنتكلم عن أنواع مختلفة من اللحم. زي مثلا لما أجي أقول لك food، food ممكن تبقى food، ودي تعتبر uncountable noun أو اسم لا يعد، لأن هي بتشير لطعام وهنا ما فيش عدد محدد للطعام. وممكن نقول foods أو أطعمة لما نيجي نتكلم عن أنواع مختلفة من الطعام. برضو meat ممكن تيجي countable وممكن تيجي uncountable noun، ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع، مع أن هي uncountable noun بس ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع لما أجي أستخدمها في أن أنا بعبر عن أنواع مختلفة من اللحوم. wheat أو قمح نفس النظام، wheat هي uncountable noun بس ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع لما اجي اتكلم عن انواع مختلفة من القمح. fish برضو uncountable noun او اسم لا يعد، بس ممكن تيجي مفرد وممكن تيجي جمع لما باجي اتكلم عن انواع مختلفة من الاسماك. دي معلومة مهمة لازم نكون عارفينها. الكلمات juice وكوفي وتي، دي طبعا بيستخدموا كاسماء تعد في حالة اننا نقصد عدد الاكواب. juice وكوفي وتي طبعا هي uncountable nouns او اسماء لا تعد، بس لو احنا بنتكلم عن عدد كوبايات a glass of tea، هنا في بالتالي بقت countable noun او اسم يعد، لان انا بتكلم هنا عن عدد الكوبايات. وبرده coffee وبرده juice نفس النظام. زي مثلا لما اجي اقول لك I drank and shipped two orange juice، انا شربت 2 عصير برتقان، دي equal او بتساوي I drank two glasses of orange juice، أنا شربت كوبايتين من عصير البرتقال. Dad drank two teas after lunch، بابا شرب 2 شاي بعد الغداء، بتساوي أو equals Dad drinks two cup of teas after lunch، أو كوبايتين أو مجين من الشاي أو فنجانين من الشاي بعد الغداء. طبعا في extra vocabulary أو كلمات إضافية زي shopping list قائمة التسوق، market seller بائع السوق، customer زبون، sensible أو معقول، same متماثل، different مختلف، dessert حلوة اللي هي الحلوة بعد الأكل، choices يعني خيارات. أدوات الاستفهام زي what ما أو ماذا، why لماذا، when متى، how كيف، how often كم مرة لعدد المرات، و how about ماذا عن، ما رأيك فيه لما اجي اسأل حد رأيه في حاجة. طبعا تصريفات الافعال ودي حاجة مهمة قوي، زي happen و happened، زي want wanted، work worked، need needed، ودي regular verbs او افعال منتظمة بنحط لها ed لما بتيجي في الباست. اما الirregular verbs او الافعال الغير منتظمة فبيبقى شكلها في الماضي غير شكلها في المضارع، زي مثلا write down يدون، wrote down دون، make sure يتأكد، made sure تأكد، say يقول، said قال، begin يبدأ، begun بدأ. طبعا هنا عندنا ديالوج جميل قوي في السوق، تعالوا نقرأ مع بعض. أول صورة hello what would you like، هنا البائع أو الماركت سيلر بيسأل الناس بيقول لهم مرحبا تحبوا ايه، فهما بيرد عليه بيقولوا له I would like some carrot please، انا عايزة بعض الجزر لو سمحت. في الصورة التانية بيقولوا are there any tomatoes، هل في بعض الطماطم، في اي طماطم، فهو بيرد عليهم بيقول لهم yes look there are lots of tomatoes، هناك في طماطم كتيرة قوي، ده الماركت سيلر. طيب في الصورة التالتة بيقول would you like an orange، هي الام بتسأل بنتها بتقول لها تحبي تاخدي برتقال، فالبنت بتقول لها yes please can I have some grapes too، ممكن احصل على بعض العنب ايضا. في picture number 4 how about some lemons،
and pineapples too. No thanks. البياع بيقول لهم تحبوا تشتروا ليمون واناناس كمان؟ فبيقولوا له لا شكرا. That's all I need for now. ده اللي انا كل محتاجاه دلوقتي. فبيعرفنا هنا بيقول لنا لاحظ ان في حوارات البيع والشراء دايما البائع بيبدأ بالتحية وبيسأل المشتري ان الحاجة اللي هو عايز يشتريها باسلوب مهذب. عشان كده هو قال لهم hello what would you like, مرحبا ماذا ترغبين. او فهي الست ردت عليه وقالت له انا عايزة بعض الجزر. I would like some carrots please, انا عايزة بعض الجزر لو سمحت. في حوارات البيع والشراء في الغالب البائع بينهي حواره باقتراح بعض الاصناف الاخرى علشان هو عايز يبيع اكتر. ففي الاخر بيقول ايه how about, ماذا عن, كأنه بيقترح يعني buying some lemons too, ان انت تشتري بعض الليمون ايضا. فهي لو عايزة هتقول له yes, لكن لو هي مش عايزة هتقول له no thanks. That's all I need for now. ده اللي انا كل محتاجاه دلوقتي. طبعا التعبير عن how about اللي هو ماذا عن بيستخدم للاقتراح, وبيجي بعد منه اسم اللي هو noun او verb بالing. زي مثلا لما اجي اقول لك how about buying, ادي الverb بالing, some pineapples. Some pineapples يعني بعض الاناناس. فانت لو مش عايز تقولي no thanks, that's all I need for now, ده اللي انا محتاجه دلوقتي. لكن ممكن اقول لك برضو how about going to the market, ماذا عن الذهاب الى السوق. go هنا get بالing برضو زي ما قلنا, وطبعا ده بيوضح لنا الفكرة. فهنا بتقول that's a good idea, هذه فكرة جيدة. وبالتالي عرفنا ازاي ممكن يجي بعد منها الفيرب بالing. عايزين نعرف كمان الاستخدام بتاعت ادوات النكره ا وان, ودي حاجه مهمه قوي خدناها من واحنا في كي جي 2, بس عايزين نراجع عليها ونفتكرها. ا وان بتيجي قبل اي اسم مفرد, اي singular noun. ا وان دي اداه نكره بنقولها لتعريف اي اسم مفرد, بس ا بتيجي قبل اي اسم مفرد او اي singular noun بيبدا بحرف consonant او ساكن. لكن لو هو بيبدا بحرف من الحروف المتحركه, الحروف الفاولز الخمسه اللي احنا كلنا حافظينهم, اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو, خمس حروف لازم نكون حافظينهم زي اسمنا اي 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 او يو. الخمس حروف دول لو كان واحد منهم في اول الناون بنجيب معاه ان, مش بنجيب معاه. فزي ما انا لما اجي اقول لك مثلا ابوي, هنا ابوي ما فيهوش اي حرف فاول, الحرف الاولاني فيه مش فاول يعني. a girl, a man, a rabbit, a tree. لكن لما نيجي نقول apple هنقول ايه an apple. ليه؟ لان apple بدأت بحرف الاي, والاي حرف من حروف الخمسة, حرف من حروف الفاولز المتحركة. an egg, الاي في egg برضو حرف من حروف الفاولز. an insect, an insect حشرة, الاي حرف من الحروف المتحركة. an orange, an umbrella. فلازم نكون عارفين ان a و an بيجوا قبل اي اسم مفرد, وطبعا a بتيجي مع الاسماء المفردة اللي بتبدأ بالحروف العادية, الحروف الكونسوننت. اما an بتيجي مع اي اسم بيبدأ بحرف من الحروف المتحركة اللي هم ال a وال e وال i وال o وال u. الاسماء طبعا او النونز بتتقسم لنوعين, countable nouns و uncountable nouns. اغلب الاسماء countable nouns بتكون ليها مفرد وليها جمع, وده اللي احنا قلناه في اول الدرس. زي grab, grabs, tomato, tomatoes, knife او سكينة, knives, سكاكين, story, stories, قصة, قصص, watch, watches, ساعة, ساعات, man, men, رجل, رجال, dress, dresses, فستان, فساتين, brush, brushes, فرشاة, أكتر من فرشة, mouse, mice, فأر, فئران. أما الـ uncountable nouns أو الأسماء التي لا تعد, فهي some وإني بنستخدمهم قبل الـ countable والـ uncountable nouns. بنستخدم some في الـ affirmative sentences أو الجمل المثبتة, لكن any بنستخدمها في الأسئلة أو الـ questions, والنيجاتيف سنتنسز او الجمل المنفيه, الجمل اللي فيها نفي.
لاحظ طبعا ان احنا لما بنجيب some وany وبيجي بعد منهم uncountable noun بيكون جمع دايما، بنعبر بيه عن حاجة جمع، علشان كده بنستخدم there are. وعايز اقولك ان there are بتيجي قبل الجمع طبعا هناك، و are بتيجي للجمع، و there is للمفرد هناك او يوجد هناك وللمفرد، لان is للمفرد و are للجمع. لما اجي اقولك مثلا are there any oranges in the fridge، هل هناك اي برتقال في التلاجة؟ هنا جبت any لان ده question، وطبعا oranges اهي جمع، ودي ده سؤال. لو فيها تقول لي yes there are some oranges in the fridge، او في بعض البرتقال في التلاجة، ممكن اقول لك برضو ده هنا ايه لو كنا بنسأل على جمع. ممكن ابدا السؤال ب is لو هسأل على حاجة مفردة، زي ما لما اجي اقول لك مثلا is there any bread in the basket، هل هناك اي خبز في الباسكت او السلة؟ لو فيها تقول لي yes there is some bread in the basket، في بعض الخبز في السلة. وهنا bread uncountable noun، وزي ما قلنا هو بيتعامل معاملة المفرد، فعلشان كده جبنا قبل منه is، واني طبعا علشان ده question فجبناها ما قلناش some. جملة استفهامية مع اسم لا يعد برضو، is there any milk in the bottle، هل هناك اي حليب في الزجاجة؟ milk هنا تعملنا معاها معاملة المفرد مع انها uncountable، لانها uncountable noun، فجبنا معاها is. لو ما فيش هتقولي there isn't any milk in the bottle، وهنا بيأكد عليك المعلومة بيقولك note that، لاحظ ده، we always use the uncountable noun in singular، دايما بنستخدم ال uncountable nouns او الاسماء التي لا تعد ونعملها معاملة المفرد. note that، لاحظ ان، when we offer or ask for something politely، لما بنعرض او نطلب حاجة بشكل مؤدب، we use the word some not any. some لان some بتعبر عن استخدامها في البولايت واي او بالطريقة او السؤال المهذب. زي مثلا لما اجي اقولك can I have some cheese please، هل ممكن احصل على بعض الجبنة لو سمحت؟ فانت لو تقدر لو موافق تقولي yes here you are، يا نعم تفضل. ممكن برضو اسألك واقولك would you like some chickpeas، هل تحب بعض الحمص؟ ممكن تقول لي yes please، استخدمنا some برضو. how about buying some onions too، ماذا عن شراء بعض البصل ايضا؟ ده برضو ايه polite question او سؤال مهذب. لو انت عايز تقول لي yes، لو انت مش عايز تقول لي no thanks، that's all I need for now، ده اللي انا كل محتاجه دلوقتي. بكده نكون انهينا شرح lesson 3. اتمنى ان انت تحفظ المعلومات اللي فيها لان هي فيها معلومات كتيره، وان شاء الله المرات اللي جايه نحل اسئله على الليسنز دي. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس بتاع النهارده. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.